ازاي اربي اولادي من غير عصبية؟ ازاي اربي اولادي بانسجام وبسعادة وبحب؟ هجاوبكم ان شاء الله على السؤال ده في الفيديو من منطلق خبرتي انا كأم لست اطفال وكواحدة اشتغلت في مجال التربية والتعليم لفترة. وطبعا زي ما قلت كذا مرة دي هوايتي او هواية من هواياتي المفضلة، قراءة كل ما يتعلق بالتربية. فان شاء الله يا رب يعجبكم الفيديو ده، تعالوا معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، يا رب تكونوا كلكم بخير وزي الفل. أهلا وسهلا بيكم في قناتي وقناتكم، قناة عز الأيوبي. بجد 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 الفرحة لا توصف، وأنا كالعادة مش عارفة أشكركم إزاي. ما شاء الله القناة في صعود، ويعني اللي أهم من الأرقام اللي عمالة تكبر بسرعة قوي كده، متهيألي دلوقتي داخلين على 47,000 اللهم بارك في خلال أسبوعين ولا حاجة. الأهم من الأرقام التفاعل، الدفء اللي أنا كنت متوقعة والحمد لله لقيته. يعني بجد انتوا بتوصفوني وبتقول ان انتوا حاسين ان انا يعني بقيت جزء من حياتكم، ان انا يعني جزء من اسرتكم. انا اللي حاسه بكده، انا اللي بجد حاسه ان انتوا بقيتوا جزء من العيله. بصحى سبحان الله عايزه اشوف على طول التعليقات على قد ما بلحق، وبقرا التعليقات لاولادي. احيانا اولادي هم اللي يقراوا التعليقات، احيانا انس خالاتي مامتي في السويد وتقوم بعتالي على الواتساب سكرين شوتس وتقولي شوفي ما شاء الله الناس دول قالوا ايه. استمروا بقى في الدعم، استمروا في النشر، واستمروا في التعليقات الجميلة دي اللي بتفتح المخ وتوسع الأفق وتخلي الواحد يفكر خارج الصندوق ويحس كده ما شاء الله. يعني انه بجد انا بحس كده لما بقرأ تعليقاتكم، بحس ان انا بتطور، ان انا اتعلمت حاجة جديدة، استفدت معلومة جديدة. ويا رب يا رب تكونوا انتوا كمان حاسين بكده من خلال فيديوهاتي. طبعا الأسئلة مستمرة كتير جدا فيما يتعلق بمنتجاتي، كل ده ان شاء الله انا هكلمكم فيه، لكن لسه في حاجات ما خلصتش، وعشان كده ما اقدرش اتلقى طلبات دلوقتي، افتح الموقع والكلام ده كله الا لما تكون كل حاجة جاهزة، وكل حاجة بتاخد وقتها. وزي ما قلت لكم قبل كده يعني التوازن مش سهل، لانه الاولاد معانا لسه في البيت وواخدين وقت كبير جدا من يومنا. الله المستعان، ربنا يا رب ييسر لنا، ولكن قريبا ان شاء الله هتلاقوني بحكي لكم على كل منتجاتي بالتفصيل المميت، وهعرضها عليكم، وهيبقى في موقع تدخلوا وتشوفوا. كل ده هيبقى متاح باذن الله قريب. انا نفسي كأم اتغيرت 180 درجة في تربيتي وطريقتي في تعاملي مع أولادي خلال السنين اللي مرت دي كلها. يعني تربيتي النهاردة ونظرتي للأمور النهاردة وتعاملي مع أولادي وبناتي النهاردة مش زي تعاملي وتربيتي من مثلا 5 سنين فاتوا، أو من 10 سنين فاتوا، أو حتى سبحان الله من 6 شهور فاتوا. فأنا عن نفسي في تغير مستمر، وده الطبيعي. يعني انه التغير ده يكون للاحسن، اللي حياته ما فيهاش تغير للاحسن المفروض ان هو يقلق، معنى كده انه في حاجه غلط. انا نفسي اتغيرت كتير، اتطورت كتير، في حاجات كنت بعملها كنت شايفاها صح، ادركت النهارده ان هي مش بس غلط، ان هي لا يعني مصيبه ما ينفعش خالص ان الواحد يعملها. مهم ان الواحد يكون صريح مع نفسه، مهم ان احنا ما نخليش الشيطان يدخل لنا من ناحيه النوم ان انا ام سيئه، انا اب سيء. لا، احنا عايزين الخير لاولادنا. التحدي ده مش دايما سهل، وبالذات في الزمن اللي احنا فيه. في عباره في اللغه السوريه بحبها بصراحة قوي، نيجا توك. عارفين لما يكون الشخص مثلا او انسان ماسك في حبل، فيبدا يفقد القدره على انه يمسك الحبل، فتبدا ايده تتزحلق كده، فيقوم بسرعه ماسك يعني من اول وجديد، وماسك من اول وجديد في الحبل. المسكه الجديده دي هي نيجا توك. وفعلا عايزين يعني نتعامل مع الامور من المنطلق ده، انه مش مهم، كلنا بنخطئ، اللي فات مات، لكن النهارده احنا في النهارده، وفي العلم اللي موجود حوالينا وتجارب الناس اللي موجوده حوالينا، والنهارده تجربتي انا اللي انا هشاركها معاكم، فنحاول ان احنا نجدد النيه ونتحسن. وباذن الله ربنا بياخد بايد الانسان اللي عايز يكون افضل وافضل. اجمالا انا مش من النوع العصبي، لكن طبعا كلنا بنفقد اعصابنا في ظروف مختلفه مع أولادنا. اللي فادني أنا شخصيا كانت أول نقطة الإدراك، والإدراك ده جاني في الدرجة الأولى من الدين نفسه. كل ما كنت أقرأ عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما كنت أفهم آية جديدة في القرآن، كل ما كنت أكتشف أنه سبحان الله ده إحنا ديننا بيمنع الشتايم، وبيمنعنا من أننا نسخر من الناس، وبيمنعنا من ظلم الناس، بل ان الظلم ده في ديننا اسم كبير جدا جدا، ممنوع تماما، بل ده كمان ذنب كبير جدا، ان الواحد مثلا القصف الناس. فده بالنسبه للناس، الشخص الغريب مثلا في الشارع، ما بالك القريبين منك، ما بالك اولادك بناتك، الاقربون اولى بالمعروف. وعشان اوصل المعنى اكتر، لانه في اللي ممكن يقول لك بس دول ولادي وانا ابوهم وهم عارفين ان انا مش قاصد، وهي عارفه انا الكلام ده. انا عن نفسي مش مقتنع بيه، لانه لو قياسا على الكلام ده معنى كده ان انا مثلا عامل ابويا عامل امي زي ما انا عايزه. ما ابويا بقى ما هو اقرب الناس ليا، امي بقى
أقرب الناس ليا، أشتمها، أهينها، أعملها زي ما أنا عايزة، طبعا يعني لا يعقل. فبالعكس، إيه اللي يخلينا نفتكر أولادنا عشان ولادنا وعشان إحنا اللي جبناهم للدنيا أو إحنا اللي خلفناهم؟ معنى كده أن أنا من حقي أن أنا أهين بنتي وحطم ثقتها في نفسها عشان والله أنا تعبانة نفسيا فأشتمها؟ مش عايزة حتى أقول أمثلة، لكن يعني أشتمها، أعيبها، أعيب في ابني بما فيه وما ليس فيه، مش مهم يعني، حتى لو الحاجة دي فيه بحطمه نفسيا، لأنه أنا أكتر شخص كأم كأب، إحنا أكتر ناس في حياة ولادنا بيهمهم فعلا أن هم تبقى صورتهم حلوة قدامنا. فلما إحنا ندلهم الإحساس أو نقول لهم بوضوح أن إحنا مش راضيين عنكم، شكلكم مش عاجبنا، شخصياتكم مش عاجبانا، أنه يبقى فعلا هجوم على شخصية الطفل بدون ما نقصد، لمجرد ان احنا تعبانين او نفسيا مشدودين او ليه يا عم؟ ربنا يا رب يحفظها ويبارك في عمرها يا ربي، قالت كلمة من سنين طلعت منها كده عفويا يعني، ولكن سبحان الله رسخت في ذهني وبفكر فيها يعني باستمرار، بفتكرها. قالت لي انتوا يا بنتي بتربوا ولادكم في الزمن ده على اعصابكم. وفعلا لو تفكروا فيها، احنا في زمن ربنا يا رب يلطف بينا ويهدي الاحوال، بنربي اولادنا على اعصابنا. ممكن مثلا الاجيال اللي عدت دي كانوا مضغوطين في حاجات كتير برضو، كان في فقر، ما كانش في التقدم اللي موجود النهارده والمفروض ان هو في خدمه الانسان، المفترض انه التقدم ده سواء مثلا غساله او بوتاجاز اخر تكنولوجيا، مايكروويف او مكنسه، المفروض ان كل الحاجات دي تدلنا وقت زيادة مع أولادنا، تسهل علينا مهام اليوم بحيث ان احنا كأسرة نلاقي وقت مع بعض، المفترض ان احنا نبقى كده ايه رايقين اكتر، بس العكس، احنا بيرتاح بالنا من ناحية وبتزيد ضغوطات صعبة جدا التعامل معها، فعلا صعب التعامل معها. تحديات ابرزها ان احنا في زمن الدنيا كلها بتربي معنا اولادنا وما عادش زي زمان، التحديات كتير ممكن نتكلم فيها يعني من هنا لبكرة الصبح. يعني السوشيال ميديا لوحدها، منصات التواصل دي لوحدها قصة لوحدها، ان شاء الله هشارككم برضو في فيديو خاص عن وجهة نظري انا وانس وتعاملنا مع اولادنا فيما يتعلق موضوع السوشيال ميديا، لانه مثلا اولادنا دلوقتي اكبر ما فيهم مالك عمره 15 ودخل في 16 سنة، ومحدش فيهم عنده موبايل خاص بيه، محدش فيهم عنده ولا تيك توك ولا انستجرام ولا الكلام ده كله. هنشارككم ان شاء الله احنا تعاملنا مع الموضوع ده وتحدياتنا فيه كان شكلها ايه. فالتحديات لا حصر لها، فاكيد الواحد بيبقى مشدود من التحديات. الاقتصاد، جرينا جري الوحوش ورا القرش، يعني الزمن ده بقى صعب جدا، كل حاجة محتاجة لها فلوس، وقتنا مع أولادنا أقل وبالتالي تركيزنا معهم أقل، وده بيخلينا يعني الأباء اللي عندهم إحساس بالمسؤولية بيحسوا بالذنب إن أنا اليوم كله بشتغل وابني في حضانة، بنتي في حضانة، ابني في مدرسة ومضطر إن هو يكون في المدرسة أكتر من دوام العادي بسبب إن أنا بشتغل، والله الفلوس مش مكفية، أنا والأم، الأب والأم، إحنا الاثنين مضطرين نشتغل، مش كفاية دخل الأب بحيث إنه على الأقل الأم تقدر تكون مع الأولاد في البيت، مشاكل في العمل، مشاكل زوجية، مشاكل مع الأهل وأقرب الناس ليك. فكل دي تحديات مش سهلة وملموسة فعلا، موجودة يعني، أنا بعترف بيها، مش أقول لكم إن دي حاجة بسيطة يعني، ولكن لابد إن الواحد يحاول برضو يلاقي طريقة يتعامل بيها أو يتعامل معها عشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا وييسر لنا، لانه ما ينفعش ان احنا نستخدمها كمبرر لاساءتنا لاولادنا او تعاملنا السيء معهم. فلما ادركت انه ما ينفعش ان انا اتعامل مع اولادي زي ما انا عايزه، انه ما ينفعش انه لمجرد ان دول اولادي، اولاد بطني زي ما بنقول، ينفع ان انا اشخط وانطر فيهم، انكد عليهم، اتحكم في يومهم، اتحكم في اسبوعهم، اتحكم في شهرهم عن طريق ان انا مثلا اسمم بدنهم بكلام يزعل ويحزن، ومش مهم بقى الولد يدخل في اكتئاب، مش مهم البنت تتحطم نفسيا وتتحطم ثقتها في نفسها، والله أنا قرفانة وأنا اللي تعبانة وأنا اللي مطحونة عشانك وأنا اللي ظروفي كذا كذا، لا ما ينفعش ما ينفعش. وأيا كانت الظروف دي، قناعتي أنا دي كانت أبرز وأهم نقطة فعلا فعلا غيرت نظرتي تماما لموضوع التعامل مع الأولاد. لما بدأت أتعامل معهم على أنهم مش ملكي لي، لما بدأت أحس والله هم أولادي، ولكن لما أحس أن أنا مثلا زعلانة أو أعصابي خلاص هفقدها أو أنه حصل منهم حاجة زعلتني، بفتكر أنه لا، مش من حقك يا عزة، مش من حقك أن أنت تشتميها، مش من حقك أن أنت توبخي بأي شكل كان. وفي نفس الوقت أرجع أفتكر تربية أبويا ليه، ربنا يا رب يبارك فيه في النقطة دي، أنه كان الله يجزيه الخير دائما يميز ما بين شخصي وما بين العمل اللي خلاه يزعل مني، انه ما يبقاش ابدا الهجوم او التوبيخ او التربية بشكل شخصي، يعني ما هاجمش شخص الطفل. فاول نقطة في الموضوع ده هو الادراك انه ابني بنتي مش ملكي، والله ده ابني وانا حرة فيه،
لا مفيش حاجة اسمها ابني وانا حرة فيه، في حاجة اسمها ابني وهتسأل عليه، وده مفهوم كلمة مسؤول. مسؤول مش معنى كده انه يعني بالمفهوم بتاعنا احنا في احيان كتير انه ده شخص مسؤول، ده شخص واصل، ده شخص كده عنده يعني ليه عزوة كده وشخص بيحترم في المجتمع اللي هو فيه لانه شخص مسؤول. لا، المسؤولية ابعد ما يكون عن حاجة الانسان يتشرف بيها. المسؤولية هي ان احنا هنسأل، هنتسأل، رزقتك بالابن ده، رزقتك بالبنت دي، عملتهم ازاي، ربتهم ازاي، فهمتهم الدنيا ازاي، يعني خليتهم يحبوا الدين ازاي. طبعا الموضوع ده ممكن يعني اتمنى ما يحصلش، بس يمكن حد يفهمني انه طب ده معناه ايه، يعني هنسيب العيال على مزاجهم يعملوا اللي هم عايزينه، ولا نربيهم ولا نوجههم ولا نوبخهم؟ لا طبعا، مش ده قصدي ابدا. لازم يكون في تربيه، ولازم يكون في احيانا بنشد واحيانا بنرخي، ولازم يكون في حزم، ولازم يكون في وضوح في التربيه. ولكن اللي انا اقصده مفيش حاجه ابيض واسود، الامور مش ابيض واسود، لازم ولابد من التوازن. يعني اللي يقدرني ان انا اشخط وانطر ووبخ واضرب، طب ما ممكن اوصل برضو عن طريق مثلا العقاب، عن طريق الحرمان من بعض الامور، عن طريق برضو ان انا اوبخ. ولكن بوبخ ازاي؟ هل بشكل هيخلي بنتي، هيخلي ابني يبقى عايز يتحسن في النقطة اللي هو محتاج يتحسن فيها، ولا هترجعه 20 خطوة لورا؟ هل التوبيخ ده هيكون توبيخ ايجابي، هيخلي ابني يفهم الدرس ويتحسن وياخد خطوات ايجابية للامام، ولا هكسر ثقته في نفسه وحطمه نفسيا؟ هو ده السؤال، التوازن. فكل عمر طبعا ولي اسلوبه. يعني انا اولادي لما كانوا صغيرين ولازالوا صراحه حتى الكبار، لما يفهموا انه حاجه غلط ونفهمها لهم مره واثنين وثلاثه وعشرة، فعلا كنا واضحين جدا، وبرضه يرتكبوا الخطا ده. من ضمن الاساليب اللي احنا نفسنا بنستخدمها الحرمان، يتحرموا من حاجات هما بيحبوها، ودي بحسها بجد بجد بتبهدلهم بطريقه مش معقوله. يعني بالذات لما تيجي مثلا لمراهق حتى لو ما كانش عنده تليفون او ما كانش عنده، بس مثلا تحرمه من مثلا بلاي ستيشن، او تحرمه من آلة موسيقيه هو بيحب يلعبها، او تحرمه من ممارسة مثلا هواية معينة. كل طفل وليه يعني شخصيته، وكل طفل وليه طريقته، وكل زمن ليه تعامله. مش هقدر طبعا أسرد أفكار اللي عندي في اتجاه الموضوع ده دلوقتي، ولكن المهم أنه الفكرة توصل لكم. أنا ما أقصدش أبدا أن احنا نسيب أولادنا كده بدون تربية، ولكن لازم برضو يكون في توازن، لأنه السريخ والزعيق والضرب وبشكل يعني هستيري، وأنه الواحد يفقد أعصابه، ده فعلا فقدان أعصاب. ده ما فيهوش رسالة، ولا فيه تربية، ولا فيه تعليم، ده فيه فقط زرع رعب وخوف، وانه الطفل ده يفهم ان انا لازم اتفادى الوقوع في المشكلة دي مع ابويا او امي، لانه لو وقعت فيها هيحصل لي كذا. ولكن مش هيستفيد منها درس، هيطلع منها جبان، هيطلع منها انسان مش متحرر الفكر، يخاف ان هو يفكر، يخاف ان هو يعتمد على نفسه. عواقب ممكن نتكلم فيها كتير، وصعب ان الواحد يلخص كل حاجة في فيديو واحد، ولكن الاسلوب ده في التربية، فقدان الاعصاب ده بيوصل رسالة واضحة، رسالة واحدة لأطفالنا، بيوصل لهم إن إحنا فاقدين السيطرة، إن إحنا فاقدين السيطرة. أما الأم والأب اللي السيطرة في إيديهم، مش محتاجين إن هم يعلوا صوتهم ويكسروا الدنيا ويكسروا الولد أو يكسروا البنت، وضرب والصريخ والجيران يسمعونا، مش محتاجين لده. تاني نقطة، التواصل، الكوميونيكيشن بيني وبين زوجي، يعني بين الآباء وبين الآباء والأولاد. تخيلوا معايا إنه بيت يكون في تواصل مستمر. على سبيل المثال، يوميا في قسط من اليوم كده أنا وزوجي بنقعد فيه مع بعض، بنتكلم فيه عن مشاكل اليوم، مشاكل أولادنا، مشكلة واجهت حد من الأولاد في المدرسة، مشاكلنا إحنا كأسرة، كشغل، كأي حاجة، يعني تواصل. وفي نفس الوقت إنه مثلا ده عادتنا إحنا، عادتنا الحمد لله، إنه نيجي نتغدى مع الأولاد بعد ما يرجعوا من المدرسة، بنقعد مع بعض، ها عملتوا إيه في المدرسة النهاردة، حصل إيه النهاردة، ده يحكي يومه كان شكله إيه، دي تحكي لو حصلت مشكلة، ده يحكي، وتبقى الأسرة كلها حاسة مشاكلنا مشاكلنا واحدة. لو واحد فينا فقط، لو واحد من العيال فقط كان يومه مش حلو في المدرسة، فدي حاجة تهم البيت كله، وكلنا بنسمع وكلنا بنشارك في حل المشكلة دي، والولد ده أو البنت دي ما تحسش إن هي لوحدها، تحس إنه أسرتها مهتمة بيها، إنه أسرته مهتمة بيه. التواصل المستمر بيننا كآباء وبين أولادنا ده بيجنبنا المصايب الكبيرة، بيجنبنا المفاجآت الغير مرغوب فيها، إنه الولد أو البنت يبقى فيه مصيبة يعني قد كده وإحنا مش واخدين بالنا، فنفاجأ بيها وهي قد كده، تنزل على البيت زي
زي القنبلة وتدوخنا كلنا. شوفوا أنا اللي بقول لكم الكلام ده ويشهد الله إنه ده أسلوبي مع أولادي، ورغم كده بتيجي فترات طويلة ما بقدرش إن أنا أقوم بده. فاللي أنا بقوله لكم ده هو يعني الهدف اللي بحاول أوصل له، لازم أحاول إن أنا أطبقه بيني وبين الأولاد، أنا وأنس مع بعض تجاه الأولاد. بس مش دايما بيزبط، ده مش مهم. حتى لو على الأقل ما قدرناش نوصل في فترة مثلا بنمر فيها بظروف صعبة، ما قدرناش نوصل للهدف المثالي، على الأقل يعني مش هنبعد قوي، وهنخفف دايما على نفسنا وعلى البيت إنه نفاجأ بمشاكل لحقت تكبر قوي 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 في غيابنا وإحنا مش واخدين بالنا منها، ويصعب علينا جدا إن إحنا نصلح المصايب والمشاكل دي، وربما يكون الوقت اتأخر جدا ما نقدرش إن إحنا نسيطر أو إن إحنا يبقى لنا أي نوع من التأثير على المشكلة دي. فنقطة التواصل دي مهمة جدا، ومهمة كذلك ما بين الأزواج، يعني مش بس منا إحنا كأب وأم اتجاه ولادنا، لا بينا إحنا كمان كأزواج. النقطة دي مقدسة عندي أنا وأنس جدا، من أول ما اتجوزنا ومن أول ما رزقنا بأول طفل لينا مالك، كان لسه صغير وكانت تحديات مالك ما شاء الله ما كانش سهل، كانت التحديات كتير، وبالأخص في السويد المجتمع بيخوف الولد اللي مثلا حركي قوي أو يروح مثلا مدرسة أو يروح لحضانة، أو حصل معي أنا شخصيا أنه ابني مثلا منعت عنه فترة لعبة معينة لسوء تعامله معايا الفترة دي، فكانت عقاب لي انه مش هتلعب باللعبة دي، فكان شايل مني جدا وكله على بعضه 7-8 سنين، فراح للمدرسة وقلف لها قصة ما حصلتش في البيت. فالمشاكل دي دايما بتخلي الواحد على اعصابه، يوم عادي جدا ممكن الواحد يلاقي نفسه في مصيبة ما تخطرلوش على بال. فدي نقطة تانية اكيد برضو هنتطرق لها، التواصل ما بين الاباء. كنا دايما انا وانس نقعد مع بعض، نجيب فنجان قهوة كده وننيم العيال ونقعد كده بهدوء، نولع شوية شمع ونشغل درس لأحد الأطباء النفسيين بيتكلم مثلا عن نفسية الطفل في مراحله المختلفة، درس متعلق أو محاضرة متعلقة بالتربية. وإحنا الاثنين درسنا في فترة معينة في الجامعة أصول تربية، فعندنا الاهتمام ده، أحيانا الاهتمام ده بيكون عند الأم أكتر كفطرة عن مثلا الزوج. مش مهم أنه يكون الموضوع ده أكون أنا بحب الموضوع ده، لكن مدام ان انا مدرك كأب او كأم انه دي حاجة مهمة بالنسبة لي ان انا اتعلمها وافهمها، وكل ما سمعت اكتر لناس متخصصة في المجال ده وكل ما استفدت من خبرات ناس عندها حكمة واقدر ان انا اسمع منهم، كل ما بقيت احسن وافضل في تربيتي انا لابنائي. فالموضوع ده احنا الاثنين كنا بنعتبر ان دي من اجمل لحظاتنا اللي كنا بنقعد بهدوء كده ونستفيد منها، استفدنا كتير جدا. من ضمن التواصل برضو ما بين الزوج والزوجة انه يبقى فيه اوقات خاصة بالزوج والزوجة. شفت حالات كتير جدا للأسف تدهور علاقات زوجية بسبب مشاكل الأولاد، رغم أن المشاكل دي ما كانتش مثلا فوق العادي، ولكن بسبب الحياة كلها بقت عبارة عن حل مشاكل الأولاد، وأن الزوج والزوجة ما لهمش قسط خالص أن هم يقعدوا يتنفسوا كده ويتكلموا براحتهم وياخدوا يدوا مع بعض ويفكروا من غير سترس. الوقت ده مهم جدا، الأب والأم دول هم اللي بيقودوا الأسرة، فزي أي فريق عمل لازم يبقى فيه وقت ميت، وقت شغل. ما هو ده شغل، مش ده شغل اهم من اي بزنس في الدنيا؟ انت لو بتدير شركة او انت بتديري شركة، مش لازم يبقى في اجتماعات بينك وبين الموظفين بتوعك؟ والا الشركة دي هتمشي ازاي؟ كل واحد هيعرف دوره ازاي؟ هنحل مشاكل الشركة ازاي؟ دي اكتر شركة مقدسة ممكن نلاقيها في حياتنا، الاسرة، بناء الاسرة. مهم ان يبقى في وقت اجتماع ما بين الأب والأم ونقعد ونتكلم وهنعمل إيه والمشاكل دي هنحلها إزاي، ده بيساهم وبيساعد بشكل مباشر وبشكل قوي جدا وبشكل فعال في حل أي مشاكل في البيت، بل الوقاية أصلا قبل المشاكل ما تحصل بمراحل. ثالث نقطة في تربية أولادنا بدون عصبية، إن إحنا نملى وقت فراغ أولادنا. من خبرتي وخبرة أنس كمان إنه الفراغ ده هو سبب المصايب. طول ما الابن أو الابنة مفيش في حياتهم برنامج واضح، طول ما مش مشغولين بحاجات تطورهم وحاجات هما بيحبوها، مش بس ان انا اشغلهم والسلام، لا اشغلهم بحاجات حاسين ان هما جزء من الجدول ده، منشغلين بحاجة هما بيحبوها، منشغلين طبعا على حسب العمر وكده، ولكن مثلا سن المراهقة انه يبقوا منشغلين بحاجة هما حاسين انه فيها هدف سامي كده. يعني مثلا لاحظت في ابني انه هو سوشيال، انه هو اجتماعي، بيحب التعامل مع الناس، بيحب يكون في خدمة الناس، فاوجهه مثلا، لانه احيانا يعني احنا اولادنا مش ما عندهمش خبرة الحياة يعني، فبنلهمهم أحيانا فكرة
في اتجاه هما بيحبوه، فمثلا اوجهه في اتجاه الاعمال الخيريه، يحس ان هو في مجال بيساهم فيه، وان هو مسؤول، ان هو بيبدع في حاجه هو بيحبها، فتشغل فكره وتشغل وقته وتعدي المرحله دي علينا بالخير. ماريا مثلا كان في فتره كده لما كنا في السويد، كانت هي طبعا من عشاق الحيوانات وانا كذلك، احنا كلنا ما عدا انس الحقيقه اللي طلع كده ما اعرفش، بس احنا كلنا بنموت في الحيوانات. كانت في مزرعه يعني تلت ساعه من البيت بالعربيه كده، فكنت باخدها، نسقت مع واحده من اللي بيشتغلوا في المزرعه دي انه ماريا تيجي وتساعد، فكان ده بيملى وقت فراغها لمده قصيره كده، بس كانت مبسوطه جدا وحاسه ان هي بتعمل حاجه فيها مسؤوليه وحاجه كويسه، وان هي بتساعد الحيوانات وبتقدم لهم الاكل وبتسرح الحصنه وبتنظف وراهم، وحاجه بتشغل وقتها بتشغل فكرها. وارجع اقول تعدي علينا فتره المراهقه دي على خير. طبعا ده تحدي بالنسبه لنا، لان احنا لغايه دلوقتي من ساعه ما جينا المغرب لسه ما رسقناش الاولاد، اتكلمنا كتير في رياضه واتكلمنا في مش عارف ايه، لكن لسه ما بداوش حاجه محدده. السن الصغير سبحانك يا رب، ما كنتش اتصور انه هيجي يوم احس بالكلام اللي كان بيتقال لي كتير وولادي صغيرين، وطبعا اكيد انتوا كمان سمعتوه الكلام ده كتير، كان يتقال لي دول مشاكلهم صغيره، استني بس لما يخشوا في المراهقه وانت تشوفي المشاكل على اصولها. كانت ناس مبشره جدا الحقيقه، يعني كان بيجيبوا لي اكتئاب، ولكن وكنت دايما اقول مع نفسي انه لا لا لا، انا مهما كان صراحه كنت واخده بومبا في نفسي، يعني كنت بقول انا مهما كان انا على طول مع اولادي وبربيهم ومش عارفه ايه، انا اكيد اولادي هيبقوا يعني ما شاء الله زي الفل. شفت ايام ربنا لا يوريها لكم. المهم فعلا فتره الطفوله دي كانت اسهل حاجه. اللي انا كنت بعمله مع اولادي كان وقتها مالك ونوح وماريا، وكانوا قريبين من بعض في السن، يعني مالك ونوح بينهم سنه وشهر ولا شهرين والله ما انا عارفه، يعني سنه. ماريا ونوح بينهم سنتين، فقريبين من بعض جدا. فكانت فتره كان عندي الثلاثه دول بس، فكنت كل يوم طبعا نظام في حياتهم، يعني انه كل يوم وقت معين بيناموا فيه ومفيش حاجه اسمها سهر ولخبطه اليوم، انا لازم يبقى في وقت الحق ان انا اتنفس فيه بعد نومهم، بحيث ان انا اقدر ان انا انظم لليوم اللي بعده، الحق انا اخد قسط من الراحه، اصحى تاني يوم مبسوطه وقادره ان انا ابدا يوم جديد معاهم، مش صاحيه مش طايقه نفسي. كان مهم جدا ان هم يناموا في الوقت. اول ما كانوا يناموا كنت جايبه انا مطبعه في البيت، فكنت بقعد على الكمبيوتر وكنت بطلع الحروف العربيه، كل كام يوم كده ياخدوا حرف جديد مثلا يعني، فكنت اطلع حرف، وكنت اطلع مثلا حرف من اللغه السويديه، صورتين ثلاثه كده يلونوها، صوره مثلا فيها اللي هي يعودوا نفسهم على انهم يمشوا مع الخطوط كده، مش عارفه اسمها ايه، انتوا فهمتوا اكيد. وعامله جدول بقى انه اول ما يصحوا، لانه كانوا بيصحوا بدري جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني في اللي منهم كان بيصحى لي من الساعه 5 والكلام ده، فكانوا بيصحوا على طول بقى عاملين جدول نظام. طول ما انا ماشي على جدول معاهم نادر لما كان يطلع وجع دماغ منهم، صح انه يعني شيء مرهق واكنه فعلا شغل يعني، ولكن كان على الاقل بيبقى متعه. كنا نصحى الصبح يفطروا وبعدين نقعد مع بعض، لانه هم دخلوا حضانه فتره قصيره جدا، لكن اجمالا ما كنتش بحط ولادي في حضانه يعني، فكنا نقعد كده على الارض. كنت جايبه سجاجيد كده من الايكيا صغيره كده مدوره، كل واحد عنده سجادته يروحوا يجيبوها ويحطوها، ونقعد كده في دايره ونقرا شويه قران، وبعدين ننشد لنا نشيد او اتنين، وبعدين نغني كام اغنيه باللغه السويديه وكام اغنيه باللغة الإنجليزي، ونقعد نتكلم عن النهاردة هنعمل إيه، وبعدين نفطر، وبعد ما نفطر نخرج يلعبوا شوية فراغوا شوية طاقة، وبعدين يرجعوا تاني البيت أطلع لهم الأوراق دول يقعدوا يرسموا ويكتبوا حروف والكلام ده كله، نعمل صلصال في البيت. حاجة برضو ساعدتني جدا إن هم كانوا جزء من اليوم، يعني رغم إنه كان بيبقى البيت شكله سيرك، لكن كنت كتير بخليهم يشتركوا معايا مثلا في الطبيخ، يبقوا معايا حواليا، ما باش أنا واقفة بطبخ واتنين ولا ثلاثة منهم في الأوضة بيعملوا لي مصيبة، لا يبقوا معايا، نعمل كيكة مع بعض، خد انت العجينه دي نشغل بيها، خد مثلا قطعه القماش دي وخد الرشاشه دي حط له فيها ميه، روح مثلا امسح الحته دي، ان هم على طول جزء من اليوم، جزء من مهام البيت. ده بالنسبه للاعمار الصغيره، وده كان بيساعدني جدا جدا جدا، ما كنتش بلاقي مشاكل معهم خالص. المشاكل كانت بتبدا يوم ما اصحى واحس ان انا النهارده ماليش مزاج لاي حاجه، ادي فنجان القهوه بتاعي وماليش دعوه بحد، اقوم قاعده وماسكه فنجان القهوه وعندي امل انه العيال دول هيهدوا يقعدوا يلعبوا كده زي في الافلام. ما كانش بيحصل طبعا، كان بيهدوا البيت فوق دماغي. السن الصغير ده بيبقى سهل جدا ان الواحد يشغله ويملى وقته، بس المهم ان الواحد يبقى فعلا يعني مدرك انه ما ينفعش ان يبقى في اولاد ونبقى قاعدين حاطين رجل على رجل، لازم يكونوا جزء من اليوم ولازم ننشغل بيهم. حاجه جميله برضو انه لما كنت بنشغل بيهم واشغل وقتي معاهم واشغل وقتهم
ويومهم. أنا بدأت مع الوقت أستمتع جدا، يعني بعد ما كان الموضوع ده في البداية فيه تكليف أو تكلف مني، أنه يعني أنا بعمل كده لأن أنا أم، والأم المفروض أن هي مثلا تقعد مع أولادها، بقيت أنا اللي حتى مثلا كانوا يجي عندي حد، مامتي أو أي حد يجي عندي زيارة، كانوا يقعدوا يتريقوا علي يقولوا لي أنت شكلك أنت اللي مبسوطة بالرسم، وشكلك أنت اللي مبسوطة بالقص واللزق، وشكلك أنت اللي مبسوطة بالصلصال. وفعلا كنت بدأت أن أنا أستمتع جدا، لأنه كان من الأولاد برضو، يعني مثلا ابني الكبير مالك ربنا يحفظه ما كانش يعرف يقعد، وكان أكره ما عنده أن أن الواحد يديله قلم أو ورقة أو خد رسم أو خد اعمل صلصال، أو الموضوع ده كان بيعصبه لأنه ما كانش بيظبط وما كانش بيبقى زي ما هو عايز، فكان يتشنج ويزعل وتقلب بغم. ولكن استمريت وقعدت معاه، وطب تعالى نجرب تاني، طب تعالى أوريك كذا. فسبحان الله بدأ فعلا يقعد بالساعتين والثلاثة وأحيانا بالأربع ساعات، لدرجة أن أنا اللي كنت بقول له يلا قوم يا ماما اجري شوية حرك رجليك. بدأ فعلا يستمتع بمسألة أنه هو يقعد ويعمل مشروع بنفسه، أو يعني project. يعني دي كانت من أجمل السنين فعلا، سبحان الله، ربنا يا رب يهدي لنا أولادنا. نقطة مهمة برضو قبل ما أسيبكم، في ناس كتير لما بتسمع مواضيع مختصة بالتربية بيجي لهم إحباط، بيجي لهم اكتئاب، وبيحسوا أنه لا ده كده الموضوع بايز بقى، أنا بوظت الدنيا بقالي، يعني ضربت وشتمت وأهنت وعملت كل اللي ما يتعملش، الموضوع بايز خلاص. لا، الحمد لله الموضوع إن شاء الله مش بايز. في ياما أولاد علاقتهم بأبوهم أو أمهم أو الاثنين لمدة سنين طويلة كانت علاقة يعني سيئة جدا، وتربية سبحان الله يعني مع الأسف ما كانتش حلوة، ولكن لمجرد أنه الأب مد ايده او الام مدت ايديها، اعتذرت، فتحوا صفحه جديده، اتكلموا عن مشاعرهم اتجاه بعض، ادوا فرصه للابن ده ان هو يتكلم ويعبر عن اللي جواه، كل ده كانه ما كان. لانه في الاخر اولادنا بيحبونا، ونفسهم ان احنا نكون راضين عنهم، ونفسهم ان احنا نكون جنبهم، وما فيش حد اغلى منا عندهم، وهما نفس الشيء، هما يعني عينينا اللي بنشوف بيها واغلى ما عندنا. وفي الاخر احنا ما بنتمناش بالدنيا دي غير ان احنا نشوفهم سعداء وناجحين. بلاش احباط، بلاش اكتئاب، زي ما قلت في بداية الفيديو، يعني قبضة جديدة، افتكرت الكلمة، قبضة جديدة، وما نيأسش بإذن الله تعالى، إلى جانب أنه التربية دي في الأول وفي الآخر، حتى لو أنت أو أنت أحسن مربي في العالم، إلا أنه التربية دي توفيق من الله سبحانه وتعالى وهداية. فربنا يا رب يهدينا أولادنا ويقر عنا بيهم وما يحرقش قلبنا عليهم أبدا يا رب، ويهدهم لنا. ياريت تساعدوني إن شاء الله في نشر الفيديو ده على قد ما تقدروا، لأنه الموضوع مهم جدا جدا جدا، ومش بس مهم بالنسبة للأباء اللي عندهم أولاد، مهم حتى بالنسبة لشبابنا وشاباتنا اللي يعني مقبلين على سن الجواز، لأنه مهم إنه الإنسان يعني يبقى عنده وعي بكل ما يتعلق بالجواز، كل ما يتعلق بالإنجاب والتربية قبل ما يقبل على مشروع جواز. شكرا على حسن استماعكم، بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.